أهلا بكم. في قراءة المتشددين أو المتطرفين للتاريخ الإسلامي، الحياة كلها تتمحور حوالين المسلم. المسلم هو اللي أقام الحضارة الإسلامية، وأما دور غير المسلمين في الحضارة فهو أن هم مجرد يعني ناس درجة تانية أو درجة تالتة، أذلاء صاغرين إلى آخره. التفكير ده يعني مش بس بينم عن تعصب، إنما ينم عن جهل بالتاريخ الإسلامي. يعني لما نيجي نبص في التاريخ الإسلامي هنلاقي إن غير المسلمين كان ليهم دور أصلاً في الدفعة الأولى للحضارة الإسلامية. إزاي؟ هنرجع بالزمن للعصر الأموي. رجل اسمه خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان طلع من صراعات الحكم، لقى نفسه يعني بعيد عن عالم السياسة، ولكن كان بيستهوي العلم. في الوقت ده كان طبعاً الأمويين وكانت الدولة الإسلامية امتدت لمناطق كانت بتحكمها بيزنطة قبل كده أو بيحكمها فارس، فكانت نتيجة لكده أن كانت بتقع في أيديهم كتب قديمة بهذه اللغات. قرر خالد بن يزيد أنه يطلع كل مجهوده في ترجمة هذه الكتب، وبالفعل قرر أنه يترجمها عن طريق الرهبان السريان، كلفهم بترجمتها، ودي كانت بداية حركة الترجمة في التاريخ الإسلامي. بعد كده هنطلع بقى كم عقد من الزمان لقدام للعصر العباسي، العصر الذهبي للدولة العباسية، عصر هارون الرشيد. هارون الرشيد قرر ان هو يستعين ببعض الرهبان او بعض المسيحيين في ترجمة الكتب القديمة. يعني كانت له حروب مع الروم وبيحتل بعض المناطق في دولة الروم، وقعت في ايديه مجموعة من الكتب، قرر ان هو يكلف يوحنا ابن مسوي بترجمتها. يوحنا ابن مسوي ده كان طبيب، كان معروف ان خلفاء العباسيين يعني ما بياكلوش من حاجة هو لا يقرها. خلي بالنا ما تمرش علينا مر الكرام الحتة دي، لأن كان وقت الخلفاء كان معروف أن في شخصين تقلق منهم، الطباخ والطبيب. فمعنى أنه يأتمن واحد غير مسلم على أكله وشربه ودوائه، وعلى أن هو يعني يلتزم بنصايحه ويكلفه بحركة الترجمة، دي حاجة مش بسيطة خالص يعني. فعهد هارون الرشيد كان في طبيب اسمه جبريل ابن بختيشوع، استمر في عهد الرشيد وفي عهد الأمين بعد كده. وكان معروف ان عائله بختشوع دي عائله مسيحيه متخصصه في الطب، كانت بتترجم كتب في الطب يعني بتنقل الموضوع، بتنقله من الطب اليوناني تنقله للغه العربيه، الاطباء المسلمين يطوروه، لدرجه ان ابن سينا ذكر الموضوع ده في كتاب القانون في علم الطب. الموضوع ما وقفش عند ابن مساوي وعند عائله بختشوع اللي توارثت الطب والترجمه، وانما في عهد المامون ابن هارون الرشيد تم انشاء دار الحكمه. دار الحكمه الاول كانت مكان للكتابة، ولكن بعد كده أصبحت مركز ترجمة. مركز ترجمة مسكه حنين بن إسحاق، وكان معاه مجموعة من يعني من أفراد عائلته، تخصصهم كله اللي هم قاعدين بيعملوه هم بيترجموا من اليونانية الكتب القديمة، يعني كتب زي كتب جالينوس وأبوقراط في الطب، كتب زي كتب أرسطو وغيرها من الموروثات اليونانية بالذات يعني كانت بتترجم. بل وبعد كده في مرحلة لاحقة تمت ترجمة بعض الكتب من الهندية، زي مثلا كتاب في علم الرياضيات والفلك اتعرف يعني في الموروث العربي باسم السند هند، ترجمه رجل هندي عن الموروثات الهندية القديمة. يعني الدفعة الأولى في الكلام ده طبعا يعني البعض ساعات بيخطئوا يفتكر المسلمين كل اللي عملوه ان هم خدوا الموروث ده ووقفوا عنده، لا هم خدوه وطوروه بعد كده بنوا عليه، لكن كان في دفعة أولى موجودة من غير المسلمين. وده اللي اتكلمت عنه المستشرقة الألمانية دكتور زيجريد هونكا في كتابها شمس العرب تسطع على الغرب، لما قالت ان العرب قاموا بعمل عظيم جدا في الحفاظ على التراث الإنساني اللي هو التراث اليوناني القديم والتراث الشرقي عامة في ما قبل الإسلام، بان هم اهتموا بحركة الترجمة فيه واهتموا بترجمته ونقلوا بعد كده للأجيال اللاحقة، لان كانت أوروبا طبعا ضيعت هذا الموروث في ظل سيطرة فترة اللي هي قرون الوسطى ويعني قرون الظلام بشكل عام. طيب ده ما كانش ممكن يتم من غير الناس اللي بيجيدوا هذه اللغة، يعني المسلمين دخلوا فارس ودخلوا العراق ودخلوا الشام، لقوا ناس هم المسلمين مش بيتكلموا اللغة اللاتينية، مش بيتكلموا اللغة الفارسية، فكان لازم يلجأوا للناس دول. فبالتالي هم يعني مش بس قدموا خدمة لنفسهم كحضارة، هم قدموا خدمة للعالم كله من خلال ان هم يشركوا غير المسلمين في بناء الحضارة، وغير المسلمين دول بدورهم قدموا خدمة للحضارة الإسلامية بان هم ساعدوهم بإخلاص شديد في أنهم يقدموا العلم. يعني هنا التقى الغرض في بناء حضارة مع الغرض والأمانة في نقل هذه الحضارة، يعني لغة العلم وحدت الأديان كلها تحت مظلة واحدة. متخيلين عظمة ده؟ حاجة زي دي لما حد يحاول أنه يهدرها، ده مش يعني مش شيء عفوي أو مش شيء بيجي كده بشكل عابر، لا هو شخص
بيبقى قاصد جدا ان هو عايز يلغي فكرة التعايش. يعني هو مش مجرد ان هو عايز مثلا يقول غير المسلمين دول ما لهمش اي قيمة او وجود، لا لا لا، هو عايز يلغي فكرة ان يبقى في حاجة ممكن يعني في قاعدة واحدة يقعد فيها مسلم وغير مسلم ويتناقشوا ويتكلموا ويشاركوا في بناء حضارة مع بعض، هو حاجة زي دي بتمثل بالنسبة له كابوس، لان بالشكل ده هتنشأ بيئة يعني معادية تماما لي، بيئة لا تتحمل وجود شخص ليس له اي اسهام حضاري، فبدل ما يحاول ان هو يعني يرتقي بالحضارة، لا هو بيحاول يهد الحضارة الانسانية عشان يحس ان هو يعني في عالم هو فعلا بينتمي اليه. للحديث بقيه.